السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة الورد الطيب. النهاردة إن شاء الله نعرف الرمز البريدي لمدن محافظة القاهرة في مصر، بعض رموز البريدية لمدن محافظة القاهرة في مصر. زي ما قدامكم كده الرمز البريدي لمدن محافظة القاهرة في مصر، أول حاجة معانا القاهرة، الرمز بتاعها هو 11-3-11. أي منطقة في محافظة القاهرة الكود بتاعها هو 11-3-11، أي منطقة بتحطه على النت لو طالب منك الموقع رمز البريدي في القاهرة هو 11-3-11. بعد كده التجمع الخامس المناطق الجديدة 11-8-35، الرمز البريدي بتاع التجمع الخامس 11-8-35. بعد كده رمز البريدي بتاع التجمع الأول هو 11-8-65، 11-8-65. واخر رمز بعيدي معانا داخل نطاق منطقة القاهرة هو 11 العاشر من رمضان، هو 446-29. الرمز البعيدي اللي مش عارفه، اي موقع بيبعت لك اي رسالة او اي حاجة في طرد لازم بتكتب له الرمز البعيدي بتاع المنطقة بتاعتك عشان يوصل للبريد اللي تابع ليها. الرمز البعيدي بتاع منطقة القاهرة زي ما واضح قدامكم كده بالمناطق. بكده بنكون اوضحنا لحضراتكم الاكواد، شكرا لكم جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.